إلى أزمة الخليج العربي، حيث رفضت قطر أي مفاوضات مع بعض الدول العربية قبل إنهاء الحصار المفروض عليها. وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد أن بلاده لم تتلقى حتى الآن أي دعوات من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. هذا وكانت بعض الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين قد قامت في وقت سابق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها قطر، متهمين إياها بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.